اوكي، في غايب رضا عمر نبيل، يعني احنا اثنين غايبين. عم محمد هلا بفوت، بعتقد كان عم بجرب يفوت. محمد بوسلمان اي هلا بعد شوي بفوت يمكن. مين بعد فين؟ بعد في حدا يمكن، مش 10 انتم؟ في خليل، وينه خليل؟ خليل حرير وينه؟ هي خليل ليك، احكي لي شوي حبيبي. خليل يا سيد خليل، ايه استاذ، ليك انت في صفحة، مش مبينة عندك بالكويز، بعد ورقة الكويز معك، بعرف بدي اشوف لك اياه. يلا عصر اشوفه وبعت لي، عشان تبعت لي لنمبر 6، كان لازم تتأكد قبل ما تبعت. بعت لي صفحتين بس انت لنمبر 6، حتى النمبر 6 و7 8 9 مش مبينين. ايه سوينا، يلا شوفها صورها وبعت لي كلها، من الاكزرسايز من نمبر 1 ل لنمبر 9 زي ما قلت لك في الدي اف. صححتهم يا استاذ؟ ايه صححتهم، هلا بنحكي في حصه الاساس. اوكي طيب، يلا خلينا كان نتابع. لكن احنا عندنا هذا البوليم مع two hanging masses. We want to use the conservation of mechanical energy in order to determine the acceleration of the two blocks A and B. طيب هون عم بقول لي، خلينا نقرا السؤال. The two blocks A and B were at height h equal 5 meters from the pulley. انا ما لحقت ارسمكم رسمه، خلينا نرسمها على الدفتر عشان نفهم شو عم نحكي. اوكي اعتبروا هيدي هي البولي، اوكي، وفي عندي انيشالي عندي الاي اكبر من البي. اوكي هيدي الاي، هيدي البي وهيدي الاي، اوكي، وهن بعاد عن البولي انيشال عم بحكي التايم تي ايكوال تو زيرو، بعاد هايت اتش. هلا هون في عندي انا هايت اتش، هذا الحكي التايم تي ايكوال تو زيرو، واضح؟ هلا انا شو عادة شو بعمل؟ بكون انا ماسكهم بايدي كل واحد، اوكي؟ التايم تي ايكوال تو زيرو بدي اتركهم. This system is released from rest. الـ A حتنزل والـ B حتطلع زي ما شفنا بالـ exercise اللي حليناه المرة الماضية. اوكي؟ هلا at later time t شو حيكون عندي هون؟ ارجع ارسمها تحت. فهيدي هي الـ B هون. هيدي الاي، هنعتبر اني كان مثلا هون انيشالي، البي طلعت اكس والاي نزلت نفس المسافة اكس عشان احنا عنا انكستنسبل سترينج، اوكي، وهون نحن المسافة هي فعليا الاتش. هذا الحكي التايم تي، واضح يا جماعة شو عندنا؟ نعم. طيب خلينا نقرأ السؤال. فعملنا the two blocks A and B were at height h 5 meters from the pulley. At time t equal to zero, the system of the two blocks is released without initial speed. At later time t, block B moves upward and block A moves downward with the same speed. بتعرفوا انه ال A حتنزل نزول والبي حتطلع طلوع بنفس السرعة and they cover the same distance x زي ما شفنا هون بالصورة، انه هيدي الاي حتنزل x البي حتطلع x، واضحة؟
حكي عشان عندي أنا inextensible string. أوكي عمول لي هوني neglect all frictional forces and take the horizontal plane passing through the center of the pulley to be a reference level for the gravitational potential energy. أوكي فنحن نعتبر نحن الليفل اللي هون أوكي هيدا reference level. طبعا بس نحكي نحن ميكانيكال انرجي لازم نحدد نحن شيء اسمه ريفرنس ليفل. اول سؤال determine at time t equal to zero the mechanical energy of the system A B pulley string sorry earth in terms of M A M B G and H. يلا شو بنعمل هون؟ خلينا نظبطها هيك حتى تكون واضحين وفي عنا الصورة. يلا هيدا part 1. هلا احنا اذا بنكمل على السؤال اللي قبل هو part F. هيدا اوكي وعندنا هون part 1. فعندنا system ال B وال A الحبل هون والبولي. فانا جيب نحن at time t equal to 0 the mechanical energy of this system in terms of M A M B G and H. يلا يا جماعة شو بنعمل؟ نحط ميكانيكال انرجي اوكي هي بتساوي اكتبها هون تحت ميكانيكال انرجي اوف A بلس ميكانيكال انرجي اوف B. شكل احنا اشتغلنا لما كنا عندي سيستم اوف ماني بارتس اور ماني بارتكلز بلس ميكانيكال انرجي اوف بولي اوكي. بس عم تاخذوا عم تنقزوني حتى اوطي الصوت عندي شوي. طيب لكن نحن هلا الحبل ما ححطها باعتبار ان هي ماسلس سو ما حتأثر على الكالكوليشن. يعني اذا بتحكي بوتنشال هي ام جي اتش الماس زيرو. اذا بنحكي كاينتيك هاف ام في سكويرد كمان الماس زيرو سو ما حيأثر.
ايه يا جماعه عدنا، يلا ركزوا معي شوي. نعمل شير سكرين. والله مشكله يلا اونلاين كيف هيك مو عم يشرح. تجي الكهرباء ساعه، كهرباء ساعه نت. اوكي طيب، فنحن حرجع عيد، نحن بدنا الميكانيكال انرجي. نشوف السؤال. اوكي so we need the mechanical energy, we need to determine the mechanical energy at time t equal to zero of the system in terms of ma and bg and h. زي ما حكينا قسمنا السيستم لثلاثة parts a b and the pulley. قلنا الحبل هي massless so ما حيكون عندنا mechanical energy. طيب at time t equal to zero I'm only the system is released without initial speed، يعني ما عندي kinetic. مظبوط، عندي بس GPE V0 equal zero. مظبوط. B كمان initial speed equal to zero. So ما عنده كمان kinetic، عنده بس GPE. والبولي وين موجودة؟ على reference level. So هي بالأساس ما عنده kinetic عشان initial speed zero، وهي موجودة على reference level. So ما عنده height، يعني ما عنده شيء. تمام؟ طيب بنكمل. GPE يلا دل GPE negative MAGH. مظبوط برافو يا أحيى. فماس لل A G H، وهون في minus عشان هو below the reference level. similarly for the block B كمان minus MBGH. اوكي سو بيطلع معنا الميكانيكال انرجي ات تايم 0، هات هون ات تايم 0 ذا سيستم كله از ايكوال تو ماينس ام اي بلس ام بي، عاملها هيك جي اتش. اوكي هلا لقينا نحن الميكانيكال انرجي اوف ذا هول سيستم ات تايم تي ايكوال تو زيرو ان تيرمز اوف ام اي ام بي جي اند اتش. هلا السؤال الثاني نمبر 2 عم بقول لي هون ديتيرمن ات تايم تي الميكانيكال انرجي اوف ذا سيستم ان تيرمز اوف هذول الكوانتيتيز. طلع على هون بالصوره الـ A نزلت عندها speed، نزلت مسافة x كانت initially at height h from the pulley، هلا صارت at height h plus x from the pulley at time t. اوكي والـ B طلعت نفس المسافة x. هلا نفس الحكي بدنا نحن at time t بدنا نجيب الميكانيكال انرجي للسيستم. الحكي اللي حكيناه فوق نحكيه هون كمان. طبعاً الميكانيكال انرجي هلا حسميها بس ميكانيكال انرجي هنا ات تايم تي. في عندي ميكانيكال انرجي لل A وعندي ميكانيكال انرجي لل B وعندي شو ميكانيكال انرجي لل بولي. اوكي هلا في عندنا الكاينتيك وفي عندنا جي بي اي لل A وفي عندنا الكاينتيك للبي وعندنا جي بي اي للبي وعندنا كاينتيك للبولي. بس الجي بي اي للبولي بتدلها هي بتدلها زيرو عشان هي عم دلها تعمل روتيشن وهي بعدها موجوده وين على الريفرنس ليفل. اوكي فالبولي ما حيكون عندها جي بي اي بس حيكون عندها كاينتيك عشان صار عندها موشن. فهدول فعليا للميكانيكال انرجي الـ A وهدول للـ B وهيدي للـ Poly. الكاينتيك انرجي بالـ A هي شو؟ half MA V squared. هنعتبر نحن الـ speed للـ A قبل الـ speed للـ B. سؤال how can we show that the speed of A is equal to that of B؟ شو؟ نفس الـ distance بنفس الـ time. يعني
كيف تبار هنا الشيء؟ analytically speaking by calculation لأنه string massless؟ لا عشان inextensible بس انه عم بحكي بس calculation بحكي اذا انا بدي برهن by calculation انه the speed of A is equal to speed of B كيف بدي برهنها؟ بنقول انه قطعت نفس الديستانس بنفس الوقت يعني to be more general شو يعني هيدا مثلا بنقول مثلا هاي المسافة اللي مشيتها مثلا let's say مشيت مسافة XA at time t الB مشيت مسافة XB at time t بس هن equal عشان inextensible نعمل derivative with respect to time مزبوط نحصل انه ال VA is equal to what VB شو هيك انه by calculation الحكي اللي حكيته مزبوط distance at same time بس هيك احنا نعرف ال speed هي derivative للعكس اذا ال X لل A equal X لل B so if you derive this relation with respect to time you get انه speed of A is equal speed of B اوكي طيب خلينا نكمل شغلنا لكن احنا هون عندنا half ma v squared عشان هيك ما حسمي انا va vb حسميها بس v gpea is equal to يلا هات لنا نشوف هي initially كانت بعيدة height h عن reference level وهلا زاد معي x يعني هون بدي احط اول شيء minus عشان هو below the reference level عم بحكي على الماس لل a g وهي المسافة البعيدة عن الـ أو الـ height بالنسبة للـ reference level هو شو h plus x تمام هذا بالنسبة kinetic GPE هلأ بالنسبة للـ b نفس الحكي half mass للـ b same speed b squared minus عشان بعد نحن below the reference level كمان MBG وقدال هاي بالنسبة للرفرنس ليفل أنا هلا لازمني هالمسافة لازمني هالمسافة اللي هي فعليا شو قدال المسافة H-X برافو H-X هذا الكاينتيك للبي جي بي اي للبي بعد في عندي شو كاينتيك للبولي يلا شو الكاينتيك للبولي هي rotational صح؟ good قد ايه يعني؟ يعني half i theta prime squared برافو يا رايان هي عندها purely rotational motion so هي half i theta prime squared تمام؟ خلينا نظبط شكلنا هالريليشن لو فعليا فينا نوقف هون نحن بس خلينا نظبط فينا نربط هيدي مع هيدي مثلا نربط هيدي مع هيدي مزبوط يلا شو بيطلع معنا الجواب نحط نذكرنا الاشياء كلها اوكي شو بيطلع معنا هون الميكانيكال انرجي ات تايم تي هي فعليا half ام اي بلس ام بي في سكويرد فرجيكم عليها عملت كومون فاكتور انا common factor بين هيدي وهيدي اخذت انا half b squared common factor وحطيت ma plus mb هون نفس الحكي عندي انا خافين ياخذ هون minus ma gh mb gh اوكي فشو بيطلع معنا الجواب هون minus ma gh gh يعني نفس الحكي يعني minus ma plus mb gh يلا بيطلع معي minus MA plus MB GH هيدي فعليا جمعت هيدي هيدي مع هيدي minus MA GH minus MB GH أخذت أنا GH common factor بيطلع معي minus برا MA plus MB GH وفي عند الأكس هون minus MA GX plus MB GX يعني في عندي GX common factor minus MA plus MB
مظبوط عشان في عندي ماينس وماينس بلس. فبيطلع معي انه هون فعليا جي اكس حطها على جنب وماينس ام اي او ام بي ماينس ام اي او خليها ماينس ام اي يعني بلس هون ماينس ام اي بلس ام بي. خلينا نبلش دائما بالام اي جي اكس هون اذا عم بتابعوني بس هي كالكوليشن صارت القصة. اوكي اتأكد بس جي اكس جي اكس ماينس ام اي جي بلس ام بي جي مظبوط يعني الام بي بلس والام اي ناقص. وفي عنا بعد هاف اي ثيتا برايم سكوير بلس 1 هاف اي ثيتا برايم سكوير. اوكي ففعليا نحن لقينا ريليشن او جبنا فعليا ميكانيكال انرجي ات تايم تي ان تيرمز اوف ام اي ام بي جي اتش في اند و x و i و theta prime. طلع السؤال طلع الخبريات m a m b g h x v i theta prime. واضح شايفينه كلنا هون صورة الكاميرا واضحة على الدفتر شو واضحة واضحة. طب الحديث هون حد عنده سؤال؟ في حد مش ملحق شيء؟ لا. طيب تمام. هلا نمبر 3 عمل لي هون show that the mechanical energy of the system is conserved. يلا كيف يعتبر هن نحن لقينا فعليا mechanical energy at time 0 طلعت هي فعليا هالي quantity ولقينا mechanical energy at time t طلعت كل هالي quantity. هلا اكيد ما هالتو اكسبريشنز ما فينا قول انه وي هاف كونسرفيشن. ما بعرف يعني ما بحق له قول انه الميكانيكال انرجي ات تايم 0 ايكوال ميكانيكال انرجي ات تايم تي. بس شو في عندي شيء واضح بالجيفن منه من خلاله فيني برهن كونسرفيشن اوف ميكانيكال انرجي؟ ما في فريكشن. برافو. فنحن دائما حسب السؤال هون يعني هون حسب السؤال ما فيني ارجع الى الجيفن نيجلك اول فريكشن. الكويز اللي جبته اذا مذكرين اللي عملناه وقتها جبنا نحن دلتا ميكانيكال انرجي طلعت بتساوي زيرو فبحق لي اقول انه وي هاف نو فاريشن يعني في عندنا كونسرفيشن. فدائما حسب طريقه يعني طريقه السؤال او الجيفن بالسؤال هو اللي بيحكم بالنسبه للانسر. طيب خلينا نكمل. فهون نحن دائما نو فريكشن نو ديسيباتيف فورسز حتى نور ابلايد فورسز ما في عندي لا ديسيباتيف فورسز ولا ابلايد فورسز. السيستم نازل لحاله لا في فريكشن عم بتأخر له الموشن ولا في حدا عم بيساعده يعطيه انرجي من برا. اوكي فبيطلع معنا هون انه conservation of mechanical energy. تمام احنا ليس اليوم للإلكتروليت مظبوط. يلا نمبر 4 بعد ما نربع ساعة يعني determine the expression of V in terms of M, A, M, B, G, X, I, and R. يلا كيف حلت السؤال؟ منحط ال M, A على 0 equal M, A على T. برافو. دائماً هلا على فكرة هذا السؤال طريقة الشهيد هيك بيجي. يعني بنشيكم شوي شوي ساعتها من مثلاً part 3 بنروح على part 4. فهو ليش عم بقول عم يستعمل على conservation؟ حتى استخدمها ب number 4. فالميكانيكال انرجي at time t is equal to mechanical energy at time 0. اوكي يعني هيدي بتساوي نرجع نكتبهم. سو عندنا احنا 1 half انتوا اذا بدكم تابعوني دغري انتوا حلوا من عندكم يعني على الدفتر جربوا تابعوني هون على الكاميرا minus ma هيك على فكره تستفيدوا اكثر كمان GH plus minus MA plus MB GX plus 1 half I theta prime squared is equal to minus MA plus MB GH. Okay.
هلا لاحظوا هون شو هاي دي بتروح معها هي ذاتها مظبوط. So we're left with one half. خليل مش الحال بعت الكويز لإلك. يا خليل أنا غريب الصبح بحكي بردش دغري. أستاذ ما نعيته للكويز عم برجع أكتبه هلا. ترجع تكتبه هلا كيف تكتبه هلا؟ اه شو كيف تكتبه هلا؟ فهمني انا الورقه بدها هي بتاعت الكويز غير هيك ما بقبل يا خليل حبيبي. كيف تكتبه هلا مع السوليوشن صار معك موجود مع رفقاتك من رفقاتك على الجروب؟ ما انت بقى ما شفت شيء انا من السوليوشن والله يا حبيبي. طب خليل انت سؤال حتى هو نفس الاسلوب اللي كنت كاتب فيه قبل رجعت عم بكتب فيه هلا يعني ما مغير شيء. خليل حبيبي روح علي شوي. انت صورت ما تاكدت حبيبي انه شو بعت لي؟ ما تاكدت كيف بتصور تبعت لي صوره وانت مش عارف شو بعت لي؟ طيب كيف هيك؟ ما اساس كنت مخبط شوي وقتها يا اخي. ما في عندي يا اخي يا الله يعني ما هذا كويز يا خليل حبيبي ما في ملبك مش ملبك. هلا انا يعني كيف بدي اصلح لك البارت اللي مش بعته انت وهلا عم تقول لي عم تكتبه ورفقتك بعتين كل السوليوشن على الجروب تبع الواتساب؟ مفترض يا خليل حبيبي بس تبعت شيء بتأكد والله بعتنا 1 2 3 4 5 تبعت لي هني أو صورتهم بتشوف الصورة كلها واضحة مثلا في شيء واضح في شيء مش واضح في شيء مش مبين. هلا شو الحل هلا كيف نعمل معك هيك؟ ما بعرف مين بيعرف يا خليل يعني هالطعب بدي شلك العلامة بدي أظلمك أنت حل الكويز ومش بعت لي وأنت يعني مش منتبه. طب مشكلة والله مشكلة هيدي ما بعرف خلاص ما عادش تكتب شيء ما تبعت شيء ما فينا ما حقبل هيك يعني. انا والله لو معك الكويز بعده هو ذاته ما ليش قلت لك بعت لي اياه عشان بدي اعرف انا والله بعده هو ذاته مش معدل على شيء مش مغير شيء. هلا مش عم بقول لك انه عم تكذب او بتغش هيك بس انه من هي اونلاين يعني بدي انا حتى اتاكد ما فينا ناخذ كويز والله بعد 4 5 ايام مسلمه تمام كيف او كاتبه. يلا خير على كل حال هلا نشوف شوف مدام جنى وشوف شو نسوي. طيب خلينا نتابع معي هلا وصلنا لهون نحن قلنا هيدي راحت معها ضل عندي هال 3 terms اوكي هيون 1 2 3. هو السؤال شو طالب يا جماعه؟ بده السبيد بده السبيد v in terms of these quantities. يلا بس خلينا ننتبه شوي. هلا هون في عندي سبيد هون في عندي x theta برايم. theta برايم شو بتساوي؟ V over R. ما ننتبه عشان بش يعني بش هون بس عندي V هون كمان في عندي V بدنا هلا نبينها ونعمل لها كومون فاكتور مع هيدي حتى يطلع معي الريليشن اللي بده هي. بس خلينا نكبر هيدي عشان تكون واضحه الصوره عندكم اكثر. يلا فنحن نعرف انه ثيتا برايم هي V على R مظبوط يعني ثيتا برايم يعني هاف قليل بتوفر مره half theta prime squared هي فعليا 1 half i theta prime هي v على r squared مظبوط حطينا بيبتها يعني equal 1 half i over r squared v squared واضحة؟ هلا برجع لهون عندي 1 half ma plus mb v squared وهيدي اللي هي بتساوي هالكوانتيتي حاكتبها هون دغري حد ال v squared so plus 1 half i over r squared v squared so هيدي حق كتبناها وهيدي كتبناها نعمل هيك عند الحيلة بعد في عند الهيدي خليها minus mba okay so plus minus ma plus mb gx equal to zero
في عندي كومون فاكتور انا ال 1 half v squared في نكتب هيك انا 1 half كلهم عندي ma plus mb plus i على r squared كلهم v squared جمعت هيدي مع هيدي equal هيدي بدي لهون شو بتصير؟ بتصير plus ma minus mb واضح؟ هناك بنضربها بماينس بتصير ma minus mb gx. هلا شو بنعمل؟ بننزل هيدي لهون بيطلع معي الاكسبريشن اوف v squared بعدها بنعمل له radical. طيب خلينا نكمل. فبيطلع معنا ال v squared is equal to ma minus mb gx هذا ال right hand side والمضروب ال v squared كان عندي 1 half ma plus mb plus i over r squared. نعمل radical. هلا بما انه هاي الكوانتيتي عم نجيبها هي positive value يعني انا عم نجيب الماجنيتيود لها okay. ففعليا احنا بناخذ بس البلس اللي لها بلس radical الكوانتيتي كلها هي gx على 1 half او بلاش اخ معذب حالي هيدي 2 طلع لفوق اه بصير هيك 2 يعني مظبوط 2 اللي هون تطلع لفوق تحت بحط انا ma plus mb plus i over r squared شو؟ واضحة؟ فلقيت أنا ال v in terms of ma mb gx i and r زي ما طالب السؤال بدو ال v in terms of ma mb gx i and r شو يا جماعة؟ ليش سؤال؟ استاذ انا عندي سؤال قول لي تفضل حبيبي ما فهمت من الثيتا برايم الصفحه اللي قبل ال v over r سهم half i ثيتا برايم سكويرد ايه هيدي قلت لك هيدي انا كتبت هيدي هيها اوكي هيدي هون برهان انت شو بتساوي حطيت محل الثيتا برايم v على r وسكويرد v سكوير بيطلع معك v سكوير على r سكوير r سكوير حطيته هون صارت هيك يعني هيدي بتساوي هي اوكي هيدي انا كتبتها دغري هون بس حطيت بقيمتها in terms of v سكوير يعني شو؟ استاذ فهمتها بس كنت افكر شيء ثاني لا لا بس هيك كتبته بس انا كتبته حط بعض عشان دغري بدي اخذ هون common factor v سكوير حتكون اوضح لكم يعني واضح؟ بين هيدي وهيدي يعني وهيدي وديتها للجهة الثانية ضربتها بماينس صارت ma كانت ماينس ma بلس mb صارت ma ماينس mb شو؟ وضحت؟ ممتاز طيب فينا نكمل يعني حد عنده سؤال بعد؟ كان 4 دقايق طيب يلا بعد ما نحل بعض بورت والدائم نكملون ال نهارة الأربعة عم بقول لي هون deduce the acceleration of the two blocks in terms of ma, mb, g, i and r 5 بدو الأكسلريشن إذا مذكرين في سؤال حلينا مع الأس هيك وقت جبنا v squared نعمل derivative مزبوط نعمل الأسهل نعمل لهيدي الراديكال مزعج شوي خلص نعمل دغري لهيدي شو بيطلع معي إذا مذكرين كنا نعمل عملنا derivative لهيدي v squared شو بتصير بتطلع فقط 2v prime ذكرتوها وهي هات لسميها نكتبها هون هي عبارة عن 2ma minus mb gx على ma plus mb plus i على r squared اوكي طيب شو الديريفاتيف لهيدي لاحظوا يا جماعة كل هالكوانتيتي شو constant فانا بعمل الديريفاتيف لكونستنت مضروب بفاريبل الكونستنت بحطه هو ذاته
تشيك اتفقنا. نعمل derivative للvariable. شو derivative للx؟ v on v v او x prime يعني هي v. اوكي يعني ال v اللي هون بتروح مع ال x prime اللي هون عشان v مزبوط. وال2 اللي هون بتروح مع ال2 اللي هون هون يحطوا على جنب x prime بتساوي v. طيب فشو بيطلع مع ال وال v prime هي شو؟ هي ال acceleration هي m a minus m b على m a plus m b plus i over r squared. هون في عندي g. رجعوا لي على ال acceleration اللي جبناه نحن بالسؤال اللي قبل يعني بهذا السؤال. Deduce the linear acceleration of the masses. اللي جبناه. معكم دفتر؟ أرجع أفرجيكم عليها هون معي مختلف نفس الشيء. لازم نطلع نفس الشيء عشان احنا عم نحل نفس البروبلم نفس الـ given ونفس الـ كل شيء يعني. هي هون. شفتوها؟ هيدي وقت حلانيها جبنا based on Newton's second law وهيديك عم نحلها based on conservation of mechanical energy. لازم يطلع نفس الجواب وهذا اللي طلع معنا يعني شغلنا مزبوط. واضح يا جماعة؟ طيب فهلا نحن حديث هلا فعليا صرنا نعرف نحل problem by using conservation of mechanical energy. ففعليا إذا في حد سألته سؤال هيدا بالامتحان تبع الشهادة حتنسأله هيك راح يسألكم Newton's second law. بس انا بلشت في نيوتن سكند لو عشان انتوا اخذينه ولازم تركزوه شوي فكره الروتيشن بتاعت المومنت. اوكي حطوها ببالكم بس فعليا بس لما يحكوكم فعليا حيركزوا على فكره الانرجي ما بركزوا على فكره نيوتن سكند لو مثل هالاكسرسايز اللي عم بحكي. اوكي طيب هلا نهار الاربعاء ان شاء الله بنكمل بقيه البارت. هلا بدنا نرتاحوا شوي نحن حنبلش معكم على الوحده العشرة يمكن وحده العشرة بلا وحده العشرة على الحصه الاس. انا حكون بس فعليا بدي العلامات انا وزعتهم حطيتهم على النوت بوك بدي اصلح المسابقه وشوف اذا حدا عنده استفسار يعني. اوكي يلا ارتاحوا لا شوي نجي نحكي بحصه الاس. يلا حدا عنده سؤال قبل ما حدا عنده سؤال على الاكسرسايز هذا قبل ما اسكر؟ لا لا طيب تمام. اوكي نشوف لازم تحت تطلع الماب. ايه حطيته على النوت بوك الواحد حمص. انا نحكي بالاساس والله مو بس يلا استاذ ما تنسى بليز نزل ريكوردينج.